إسعافات الوحدة الثانوية مسعد مدعمة بالوحدة الثانوية عين الإبل والمركز المتقدم واد الصدر في حدود الساعة 3:05 بالطريق البلدي رقم 25 الرابط ما بين منطقة أم الخشب وبلدية أم العظام. الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع تويوتا هيليكس. الحادث أسفر عن وفاة 7 أشخاص من بينهم نساء وأطفال وجرح 17 آخرين من بينهم نساء وأطفال أيضا في حالة حرجة. تم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى وتحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مسعد. طبعا الإشارة فقط أنه العدد مرشح للارتفاع، عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب الحالة الحرجة التي يعاني منها الجرحى. دائما مصالح حماية المدنية تجدد نداءاتها إلى كافة مستعملي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استعمال السرعة المفرطة واحترام إشارات المرور أثناء السياقة.